زادوه، بس هي ليها وظائف كتير متعدده. ممكن تعملي عصير فواكه، ما تجيبيش من بره ابدا اي عصير، هتعملي الفاكهه مع اللبن مع العسل بنفس الطريقه، هيطلع معاكي عصير فيه جزيئات صغيره من الفاكهه، فبتبقى مفيده وطعمها لذيذ. غير ان انت ممكن تعملي فيها بشاميل على البارد، ممكن تعملي فوم من النسكافيه، ممكن تعملي كريم شانتيه، بس بتحطي الخضار جواها في ثلجه، الثلجه دي بتديها تناسب اكتر، وبتوصل تعرف لما بطل صوت الثلج يطلع تعرفي ان هو كده تماسك 100%. بتعملي بيها طحينه، سلطه الطحينه، وممكن تسيبيها في قلب الكونتينر وتستخدميه من الطحينه نفسها. لو بتعملي سندوتشات هتبقى تحفه، ان انت هتصبي فوق السندوتشات دايركت، فبتبقى حلوه جدا. ممكن تعمليها علبه للصوص، تعملي صوص مختلف وتعمليها كونتينر للصوص، حلوه جدا. افكار متعدده جدا للخفاقه، قطع متميزه جدا لازم تبقى في بيتك. ولو عندك اطفال هتعجبي لكل طفل واحد، لانك هتعملي له عصير خاص بيه وتحطوا له في شنطته. عصير زي ده مشروب الطاقه مهم جدا بعد تمرين السباحه او الكاراتيه، بيدي طاقه للطفل بعد المجهود الكبير اللي عمله. شكرا. طب الورق ايه؟